وللحديث عن إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن بلاده تسعى لإدارة حوار استراتيجي مع حكومة بغداد، ووقع هذا الحوار المرتقب على الميليشيات العاملة في العراق والتي تتبع لإيران، يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور حامد. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. حياكم الله. تلاحظ معنا أن القوات الحكومية تتخذ إجراءات أمنية مشددة حول مواقع نفطية في البصرة، إذا كانت هذه الخطوة الحكومية لحماية المصالح الأمريكية بعد قصف الميليشيات شركة هاليبرتون النفطية الأمريكية، كيف يمكن أن يكون رد فعل هذه الميليشيات من الخطوة؟ مساء الخير عليكم جميعا مرة ثانية وشكرا على الاستضافة. الحقيقة الوضع الحالي في العراق جدا معقد، بحيث هناك صراعات لم تقتصر لحد هذه اللحظة على وجود الميليشيات والفصائل الولائية التابعة لإيران، وإنما تدري هناك أيضا إصرار من قبل الجيش النظامي، القوات المسلحة العراقية، مع مثل ما يقول انتشار وباء الكورونا والأزمة الاقتصادية المشتدة يوما بعد يوم على العراق، انخفاض أسعار النفط، مع المطالب الشعبية بضرورة الالتفاف إلى مشاكل المجتمع العراقي. الآن أصبحت مستفحلة جدا مع هذا الوضع. هناك إصرار إيراني على يعني الادعاء بإخراج القوات الأمريكية من العراق، لكن هو الحقيقة لا يخفى على أحد الآن هذا مطلب ليس وطنيا، لا يقتصر على الوضع العراقي، هو هذا يعني هذه الميليشيات وخصوصا حزب الله في العراق مصر على أنه يحول الساحة العراقية إلى ساحة صراع عسكرية محتدمة بين إيران وبين قوات التحالف، وبالتحديد القوات الأمريكية. والقوات الأمريكية طبعا من حقها إلى حد ما أن تحمي مصالحها الاقتصادية في شركة يعني شركات النفط اللي تعمل في الجنوب، وهذا أمر طبيعي ومن واجب الحكومة العراقية أيضا أن تحمي هذه الشركات، لأنها هي تشكل هذه مثل ما يقولون يعني مصدر تغذية بالنسبة للاقتصاد العراقي، شريان الاقتصاد العراقي اللي هو في البصرة من استخراج النفط وتصديره. طيب دكتور يعني وزير الخارجية مايك بومبيو كشف عن نية الإدارة الأمريكية فتح حوار استراتيجي مع الحكومة في بغداد، برأيكم ما أهمية هذه الخطوة وأهمية التوقيت؟ هذه الخطوة مهمة جدا الحقيقة لأسباب كثيرة، منها أولا سحب البساط من تحت أقدام هذه الميليشيات الولائية اللي تدعي بأنها هي حريصة على إخراج القوات الأمريكية من العراق لإفراغ الساحة أمام أيضا هيمنة أو نفوذ واستمرار نفوذها هي ونفوذ ولاية الفقيه في العراق. هذه النقطة مهمة. النقطة الثانية الأهم الحقيقة هي أيضا إحراج الحكومة العراقية بأن تكون هناك رفع للاستثناء من استيراد الغاز الإيراني والكهرباء الإيراني، لأنه أعطوا مدة 30 يوم تنتهي في بداية رمضان القادم، وهذه 30 يوم الحقيقة يجب على الحكومة العراقية أن تتدبر أمور الشعب العراقي مع قبول الصيف القادم وحرارة الجو، زائد أنه الكهرباء إذا الحقيقة ما دبرت الحكومة بهذا الشكل يعني بهذا الاستثناء الأمريكي راح أيضا تمر بأزمة مع الشعب العراقي. ولذلك الميليشيات الآن لم الحقيقة تقتصر في قضية ضرب المصالح الأمريكية، وإنما أيضا إحراج الحكومة العراقية في خلق مشاكل أخرى إضافية. دكتور، كيف ستنعكس هذه الخطوة فيما لو حصل حوار قريب على إحداث أزمة بين شركاء العملية السياسية الذين يفتقرون إلى الثقة فيما بينهم كما هو واضح خلال الفترة الأخيرة؟
هو طبعا يعني في هذا الخصوص هناك أزمة، هي يعني اوريدي مثل ما يقول، هي يعني قبل هذا الوقت هي موجودة أزمة. هذه الأزمة الحقيقة في قضية الانتخابات السابقة وتشكيلة الحكومة والكتلة الأكبر وإلى آخره، كثير من القضايا الآن الخلافية اللي موجودة والصراعات حول المناصب وحول المغانم في الحكم، هذه صراعات فجرت في البديل عادل عبد المهدي لاختيار رئيس وزراء جديد. ثانيا أنه أيضا مثل ما يقول المزايدات الكبيرة من قبل بعض الفصائل لتقديم الولاء لإيران، خصوصا بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، والمنافسة حول الاستحواذ على مركز القرار بالنسبة للميليشيات والفصائل المسلحة الولائية خصوصا. لذلك أيضا خروج فصائل من الحشد الشعبي، 4 فصائل خرجت اللي تابعة للمرجعية في النجف، خرجت من الحشد وانضمت إلى القوات المسلحة العراقية. هذا أيضا خلق أزمة جديدة الآن في خصوص أنه إلى من يكون هذا الولاء؟ هل الولاء للدولة العراقية لمؤسسات العسكرية والأمنية العراقية أم للخارج خصوصا لإيران؟ الصراع الآن محتدم وتجسد خلال اليومين الأخيرين في الاتفاق على الشخص المناسب للمرحلة القادمة. نعم. أما الزرفي أو مصطفى الكاظمي، وهذا أيضا يندرج وهذا يدفعنا للسؤال دكتور حامد عن الحكومة التي ستتحاور معها أمريكا فيما لو جرى ذلك الحوار كما قال بومبيو. هناك يعني خلافات كبيرة بين الكتل الشيعية الآن، هناك رئيس حكومة أو تسيير حكومة تسيير أعمال، وخلاف على رئيس الحكومة المقبل. هذه بالضبط هي هذا الآن بيت القصيد. لذلك الأمريكان أيضا أعطوا المهلة إلى منتصف يونيو حزيران لترك المجال لأن تتشكل الحكومة العراقية، ومن ثم تبدأ المفاوضات حول مستقبل القوات الأمريكية من جهة وقوات التحالف الدولي من جهة أخرى، وخصوصا أنه القوات الأمريكية سحبت في بعض المعسكرات اللي كانت في التاجي وبلد وكيوان ويعني بعض الأماكن والقائم، هذه تركتها للقوات المسلحة العراقية، ومن ثم اقتصر وجودها الآن على قاعدتي عين الأسد وحرير. هذه القضية الآن مهمة جدا، أن الحكومة العراقية القادمة سوف تخوض عملية التفاوض بشكل هادئ إن شكلت على أسس وطنية. يعني هذا هو النقطة الأساسية الجوهرية، إذا كانت فعلا تبحث عن مصلحة العراق فهناك منطلق لأن تكون المباحثات من منطلق وطني. يعني هل مصلحة العراق الآن يقتضي بقاء قوات تحالف لحماية الأمن والاستقرار الأمني ومحاربة داعش والانتهاء من داعش وحتى إنهاء الميليشيات؟ يعني هذه أيضا نقطة مهمة، لأنه نعم. القوات الأمريكية الحقيقة وجودها هو تهديد الميليشيات، والميليشيات حاسة أنه هذا التهديد يجب أن لا يستمر، ويجب أن تأخذ إيران دور السلطة العليا أو النفوذ الأول في العراق. لكن أنا أعتقد هذه القضية الآن خاضعة لصراع محتدم خلال الأسابيع الأيام الأسابيع الأشهر القادمة الشهرين القادمة راح تتضح الصورة أكثر. يعني إذا انتظرنا قليلا ما اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة إن شاء الله. نعم، هل تتوقع أن يتم ذلك بشكل سلس في الأسابيع المقبلة اختيار رئيس الوزراء؟ أنا أعتقد إذا حسم الآن بالاتفاق، لأنه كلتا الكتلتين يعني السنة والكرد صدروا بيان اليوم بتأييد مصطفى الكاظمي، أيضا الآن الأخبار الأخيرة يعني أكدت على سحب السيد عدنان الزرفي لترشيح رئيس الجمهورية له اعتذاره يعني، ومن ثم غدا جائز يتم تكليف مصطفى الكاظمي رسميا. فإذا تشكلت الحكومة بتوافق شيعي كردي سني يعني أيضا ضمن النظام المحاصصة، تبقى تشكيلة الحكومة هو السؤال الكبير اللي يواجه الشعب العراقي. إذا كان هناك فعلا أيضا محاصصة وخارج إرادة الانتفاضة، انتفاضة تشرين المباركة، أنا أعتقد الأمور
خاضع لسجال قوي إن لم تكن هناك مثل نقول مراضاة للشارع الآن في شكل الحكومة اللي راح تشكل والوزراء اللي يتم اختيارهم بدقة، إن كان هناك فعلا شخصيات وطنية بالإمكان نعم الاعتماد عليها في تجاوز المرحلة الحالية والانتقال إلى مرحلة الانتخابات، تهيئة للانتخابات القادمة، ثم أيضا فتح ملفات الفساد وقتلة شهداء الانتفاضة والجرحى اللي سقطوا أكثر من 25,000 جريح ومصاب. هذه القضايا الآن الملفات المهمة الحساسة إن تم التطرق إليها خلال المرحلة القادمة يكون تهدئة الشارع، شكرا دكتور، فننتقل إلى مرحلة الانتخابات إن شاء الله. شكرا لك الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصرافة.